الاحتفال بعيد الام من فريق قدر الاجتماعيين وبرعايه الدكتوره منى مرسي قسم المايكرو. طبعا خير ما نبدا به هو القران الكريم والطالب محمد عبد المنصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والآن مع فقرة العزف لأحمد زكريا وعبد الرحمن مكرم وأحمد الجويني عزف فقط مقطوعة صغيرة كده عن الأم، تفضل يا thank you.
شكرا للفنانين الجمال دولت احمد الرويني واحمد زكريا وعبد الرحمن مكرم. Thank you.
عارف اقول لكم ايه بصراحه والله. الف خير. دلوقتي هنسمع برضو عبد الرحمن اكرم هيغنينا اغنيه امي ثم امي. اتفضل يا اكرم. بعد الأم فين اللي تعافل كل ده تستاهل؟ بعد الأم فين اللي تدي حنان كده من غير حساب؟ نبوس الطرق اللي ماشي عليه. بعد الأم فين اللي تعمل كل ده تستاهل؟ بعد الأم فين اللي تدي حنان كده من غير حساب؟ نبوس الطرق اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن منا والحياتي وهم همي. اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش لي. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن منا والحياتي وهم همي. اللي كتر خيرها ده خيرها في دمي وعايش لي. شكرا يا احمد، شكرا يا اكرم.